الله يرحمه. في زد رصيدك 9 فاشلين صح ولا لا؟ تغريده ايوه انت مغرد فيها وتقول المقدمين ناجحين والمتسابقين فاشلين. لولا الله ثم وجودنا احنا المتسابقين ما نجحت النسخه كامله، هذا اول شيء. ثاني شيء لولا الله ثم انحن اقوياء ما وجدت معنا يا سعد بن زويب. ايش يقول؟ لو كل ما ثارت عجاجه طيب طريقك يا عيال في مشكله. ارد تسمحوا لي؟ اسمح لك. زعلان انا؟ تسمحوا لي؟ كوب الروم ناخذ راحه. قفله تسمحوا لي؟ خذ راحه. اسلم يا ناصر. ارد اسلم خلي الشباب يخلصوا. والله مشكلتك انت بينك وبينه ماني منك انا مع بناي. انا برد عليك. لا ترد. طيب انا برد عليك ورد عليك. هو يقول ارجع خلنا نسمع الرجال هنا يقول ابو نايف زعلان. ايش علمك؟ لا انا زعلان من بختان. بارك لك لبي يا اخي، احنا شادين حيلنا ومجتهدين. صح ما اعطانا 700 نقطه ابو نايف. دقيقه يا بعد ظلمنا هو ام ظلمنا ابو بختان؟ لا والله ظلمنا يا اخي. اخذنا نقاط 700 نقطه اللهم لك الحمد لك شكل يعني نقاط مستحقه. وخربها صراحه. خربها. احنا عندنا مالك لك لبي خربها ترى. احنا حاضرين بس اثنين غايبين، فيصل لقاء وحسين ياكل في الطايف. طيب وفهد جاء في نص الحلقه. لا وحسين مستعد ومعاذ ما جاء الاخر. معاذ ما جاء الاخر. هذا اول واحد حاضر بس انا طلع ورجع. ايه كذا يدهك يا اخي. راح يسوي سناب على الوقف يا جماعه الخير. والله بيجي تسيب يعني حرام 200,000 تروح علينا كذا يا اخي. لا بكلم ناس. لا والله ما تحسبني. والله زعلني والله الحين. بس امس ما خصم علينا ولا لا؟ سؤال، ايش فيكم زعلانين؟ تسيب خلاص بنعطيكم 800 نقطة. لا تعطينا فعلي مين؟ متنازلين عنها. متنازلين عنها؟ متنازلين؟ كم؟ يا كنترول سجل 750 لنا. خلاص باقي يا كنترول. يا كنترول ابو نايف ما رسم فودك ولا يشغلونا. خلاص واضح. انا اروح اتاكد. روح تكفشف. ان تنازلكم انه تم. الله دقيقة ابو نايف باقي فهد ما تنازل. فهد وجوده زي عدمه. وجوده زي عدمه ولا ما حد يلعب. اضحك يا عامر جعلها دايم. يا ابو حزام ايش فيك على مساحه؟ رد يا ابو حزام. رد خذ راحتك. رد حزام تراك تضغط. والله يا عامر خل عدلك. رد اذا في رد. اذا في رد صليتوا على النبي. عامر انتم طلعتوا من برنامج واقعي صح؟ نعم. وتعرضتوا للنقد في فقره عاديه لكنها نقد. على كل حال انتم ليش تزعلون من النقد؟ كيف؟ صاحب الفقره عاديه هذا ليش تزعل من النقد؟ كيف؟ أنا قلت زد رصيدك. لأن احنا عوال رجال ما 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 نرضى على أنفسنا. كفو. لكن أنت إعلامي لازم أيضا تتقبل الرأي الآخر. سعيد والله يصدق. اسمع. ما نرضى طيب. على أنفسنا. عشان بس أسمع سلمان. بس نقد في بناء. عشان أسمع سلمان. لا هذا نقد دهاء. دمه. الآن زد 9. زد 9. زد 9 يا دحام. اسمع. مثل الاستديو. وافضل من اي ناحيه؟ لا اهدى اهدى. من ناحيه متسابقين وافضل من لا بدري عليك. نجاح اسماء. نعم اسامي. نجاح اسماء. نعم اسامي. مثله. نعم اسامي. وصلت مثل ما وصلوا. ما ندانا تونا طالعين جينا معك. حلو. والدليل اول النجاح. حلو. انا اول ما جينا البرنامج هذا جيت تركض انت بتشارك عشان تاخذ النجاح. العب يا ابو عبد الرحمن. هذا حلو. جاي الحساب بس اذا قلت رايي انا حق لا تزعلوا. قلت زد 9 المقدمين الناجحين لكن المتسابقين خذلوهم. طيب لا انت ما قلت خذله. ها وش قلت؟ بتكلم اقل من خذله. وش قلت؟ ما ادري انا. شف تغريدك. وش قلت؟ ما ادري انا. لا سهله خذلوهم. قال خذلهم. انا بس يعني عادي خذلوهم. لا ما قال خذلهم. ها اضعه. طلعنا فاصل ولا لا؟ لا ما تطلع فاصل. ها يقول هو مغرد. وش قلت تكفى؟ انت اللي قلتها. طيب قلت قريتها. انا اقرا ام ما ادري. اقرا تقول وش؟ والله بعيد. تغريدة موجودة كل عام تقراها. لا ترى انا بعيد ما تباقيها. احتلت. خلاص وش يا مساعد؟ ايش قلت؟ انت تقول بس استبعد. خلي شوف. انت تقول لو بيدي مدري شنو استبعد مساعد ودحام. لا الا مكتوب الا لو بيدك تستبعد مساعد ودحام وفيصل. قال نعم. لا من ورا قلبه ابو حزام اكيد صح ولا ابو حزام؟ لا انا ما اقول كلام الا اعنيه. طيب هقول لا اله الا الله. شرهتك على اللي حسب. هو قال كمقدمين نجح كمتسابقين فشل. طيب وش المشكله؟ مجموعه الاساطير. سم الاستاذ عيد سعود، الاستاذ مساعد بن زاهب. عليك السلام. لا تجاوب. الاستاذ عامر. الاستاذ عامر.
سالم ملهي سالم حزام بدون الاستاذ ابشر سالم حزام على راسه اي بدون الاستاذ لا سالم لا بس لان في مشكله عائليه بينك سالم صادق ابشركم بشرى ها اكتمل الوقت ان مبارك الاكل بي اودي لك الوقت سحب ال 700 سحب خطا ال 700 اللي هو قدمها اي سحبها قالوا الكنترول انها بغير وجه حق فلا تحسب يا سلام دخلت الجميلة وعطتكم إياها كلام وقف 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 مصدر المعلومة غير ثقة لا 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 مصدر المعلومة ثقة يا حبيبي طلع لنا واحد ثقة معلومة أنا قلنا نقول لا لا أبو حزام إذا بتسمح لي برد بحاجة أنا طول عمر السلام رد والله ما زعل ما بقعد أكتب والله ما زعل أنا ما بكتب بس أغشكم أغشك أكذب عليكم ما نبغى وقف ليه تحسس ما تحسس بس هذا بيني بين سالم ما تحسس يعني الأطراف الأخرى تجنب على الخط الله لا يهينك ترى شهادة مني ثبت كلام سالم حزام فندبي خذ شهادة خذ شهادة إيه ما يشهد ما يشهد خطير زعل المهم خلني نقد بناء نقد خلنا نقد نقد بناء خلنا نقد خلني نقد اسمع أولا يا طول عمر السلامة أنا إذا بأنقد ما بروح أجلس مع المتسابقين اللي تقول إنهم فشلوا النسخة مو ما جالس معك لا جالس معنا لا هو جالس جالس معنا إذا أنت تشوف أنت عود من الحزمة اسمع إذا أنت تشوف نفسك أنا جالس مع سلمان اسمع سلمان لو البقية اللي معه اسمع اسمع أنا ليش دفع الله يرحمه ليش أنا دفع أنا الحين طول عمر السلامة دامك تشوف نفسك ناجح ونحن نسخة زد رصيدك تسعة المتسابقين أنهم أفشل البرنامج لا تجلس معك صاحب ما جالس معك اسمع لا أنا أروح اسمع اسمع أنا قال لي أنا معك جيت أنا أراهن يا سالم حزام أربع شهور أنا أراهن يا سالم حزام أنا أراهن في مسيرتك الإعلامية لن تصبح مساعد ودحام على مر السنين. لن تصبح. أيوة. أنا شو أنا جالس أعلم كلاح. عيني قبض هذا الكلام. أحسنت. أجب. نعم برد عليه رد ثاني. كل نقطة بيأخذ. مساعد. تفضل. كلام والله. تفضل. أنا كلام جميل. بيجتهد ويرد على بعض. أقتلوا له. صحيح. أقتلوا له صدق. أنا. خلوا سالم يتكلم. بس أعطي فرصة لأن أنت ردي. أقتلوا له سلمان قال تعال يا أبو حزام. وما جاء انا والله ما كنت مدري اعرف ان فهد موجود بس اني مدري هو يداري ولا مو بيداري اعرف ان ناصر موجود انتم مع كامل الاحترام ترى اتابع اعرف وجيهكم اعرف اسمعكم بس قلت انا ما عاد تفرق معي معاذ فيه سلمان فيه بدر فيه يعني خلاص يعني بقى فيها اسماء قويه صراحه يعني عيد فيه عامر فيه عامر فيه يعني فيه اسماء هذه واحده اذا هذه ليست ماخر الثانيه يا مساعد يا ضحكة الإخبارية دي الضحكة هذه يعني ناقد أنا جايك في النقطة الثانية تفضل يلا تعال تفضل بعطي رد والله أنا برد عليه رد اسلم يا أبو حسن أول حاجة إعلامتك لا تنضغط اسلم يا أبو حسن اسلم اسلم خلنا أمام أسماء لا يفوز على هذا يجيب من عندك والله ما يفوز وإذا فاز يا أبو محمد أنا أراهن على خروجي من زاهر الآن أقسم بالله إذا فاز عليك إنك تثبت إنك فاشل تم الاستمرار تم اسلم يلا ماني فاشل لا ماني فاشل اثبت ولا ما اثبت ماني فاشل يلا يا اخي الفشل درجات ترى مو بعنك فشل انك نزلت في فاشل بالدرجه عطنا والنجاح والنجاح ما في فشل كلنا والنجاح لا لا فيه في اربع شهور في اربع شهور يهيئ على فشل يهيئ لك افضل الاماكن يهيئ لك افضل مقدمين حتى راكم افضل الكاميرات افضل الكاميرات كيف تراهن على فشلكم يا غبي؟ لا قلت أراهن على نجاحنا الله والله إنك غبي ما تعرف تسولف أنت فكر الطرف ثاني ما نسمح الطرف ثاني ما بيكون قفل عليك وبشر سيد صار أيوة هذا النظام لا تدخل سيد حبيبي ضغطنا الله يضغط كفي بفضح ضغطنا الله يضغط ما تخلنا نتكلم طيب لا طلعتنا بناء لا حنا نتكلم خلي الواحد طلعتنا بناء طلعتنا فاشلين يا فاش طلعتنا بناء لا معلم ولا طلاب أنا الآن أربع شهور يا غبي أعلمك حبيت أنا مساعد تفكر بعدين مو زي تقلب مثل المشعل عليك تكلم بعدين تفكر أنا أعلمك أربع شهور أنا تعبت فأنت الآن بغبائك هذا تعري على الغامدي تعري ترك الموسى تعريني ما انهم اسكت اسكت من انت انت اسكت خل دحام يرد تفضل دحام تفضل دحام اقول لك حاجه تفضل دحام اسمع اقول لك حاجه خل اسكت هذا ترك الموسى ايش تقول فيه اصبر بقول حاجه ترك الموسى ايش تقول فيه دقيقه عندنا في داخلك ممكن اولا نقدك على عيني وعلى راسي وانت معلم النقاد صح صح ولكن ابشرك بالخير انها اول مره في جميع اول يعني
نسخة شو ما أعرف تسقط تسقط إيش إيش اسمه كلام اليوم صح النقاط دقيقة صح فشلوا فشلوا صح تدري ليش سقطوا ليش سقطوا تدري ليه أحسنت لا 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 ما فشلوا ما فشلوا إني بعد المشهد تسبني تسبني خلاص 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 بقرات النقد نتكلم صدق قبل كوباشي دوركم بعد كوباشي يلا كوباشي صدق دحام انت عندك ثقه ما عندك خلاف اتكلم بحقيقه ولا بتزعل اي والله بالحقيقه نجاح فقرات النقد ويعرفها فهد ويقدر يقولها الان لكم زعل 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 على المتسابقين نجاح فقرات النقد مين من قوه النقاد غير صح ادري في خذها كاش نجح وترى المتسابقين بزنس واحد بزنس واحد عادي سكريبت نجحوا حتى المتسابقين كويسين تنجح البقره نجاحها من نجاح المتسابقين وقوتهم طيب. في الاستوديو نجحوا لان هذا موجود محمد فرح موجود يعطيهم غير صحيح يعطيهم. غير صحيح يا ابو سعيد لا 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 شايتك تكفى اقسم بالله العظيم اني كنت يا مساعد تجيني بعدها يا مساعد يا لا تجاوب خل واحد يجاوب ها طيب ليش لان انا يا الناقد اجيب الشيء اللي تسويه انت يا غبي خل هذا يجاوب هذا تسكت هذا ترك الموسى ترك الموسى ترك الموسى وش تقول لي ترك الموسى بيجيب العيد وش ترك الموسى تقولون فيه ناقد كرجل ثقة وش تقولون فيه ناقد من أي ناحية وش تقولون فيه يعني رجل ثقة رجل يعني يعد الحق وش تقولون فيه والله ترك أنا عرفته في برنامج ايه؟ دون قصر في برنامج زدرسي حقاني ولا مو بحقاني حق إني ما أطلع حق أنا معكم معكم على الصعيد الشخصي حقاني أحيانا أحيانا طيب أحيانا أحيانا إيه أحيانا أحيانا لا لا اترك في النقد وفي الحركة هذه يعني رجل يعد الحق أي على الصعيد الشخصي أي أكيد اترك طيب هو كلمني على الصعيد الشخصي قال قلت وشلون تجربتك يا تركي معهم قال أبو حزام المتسابقين ما يعطونا بهذا النص بهذا النص يقول اترك الموسى ورجعوا أنا طيب أنا بعلم طيب دقيقة 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 طيب خلاص تمام طيب أنت حقاني تعطي الشيء حقهم اسال الله ان اكون كذلك لا 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 قول ايوه تكفى دقيقه ان شاء الله يعني انا بس ما ذكر تكفى دقيقه انا بالكلام هذا ما ذكر نفسي لكن ان شاء الله تسكت الله اخذك بما ترى ولا بما تسمع تمشي بثنتين انا بس اعطيكم ايش اسم انا رؤيتي لزيد طيب دقيقه طيب دقيقه انا ما راح بعيد طيب انت قبل شيء تقول قبل شيء جيت البرنامج وانا والله ما اعرفكم الاثنين صح اعرفكم اشخاص واسماء اي تعرفنا اشخاص ما تعرف وش قدامنا ما انتم ضاربين عندي في تويتر ما اعرفكم انت تكلمت اليوم بخصوص كلام تركي الموسى بس هو اللي خلاك لا 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 لا, لا 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 هذا اللي قلت انت لا لا قلت لك انا هذا اللي فهمته انا قلت انا وجهه رايي انا وجهه نظري وجهه نظري هذه عجبك اللوح اللوح هذا ما يتعلم وجهه نظري شفت كيف وجهه نظري كمل تركي موسى فقط يعني دعم فقط لهذه بس انت بنيت تركت وجهه نظرك وبنيت على لا ما قلت الا عشان يوم سالته انت فقط انا قلت فاشله جبتها بس انت قلت فقره انك فاشله وجبت كلام تركي موسى ولا ما لي دخل تركي موسى لا لا الحين نتكلم عن المتسابقين صح عن تغريداتكم موضوعنا كله انت اللي استشهد من اللي استشهد بتركي انا ولا انت دحام انت ماخذ اي مركز الثاني الثاني دخل مرات لا طلعني من المحور خلني في المحاور هو متسابقي نفس المحاور صح هذا التعليم هذا التعليم يا غبي هذا التعليم يا غبي يا غبي ماني بتحتك انا اللي علمك وانت اللي تعلمني اسمع يا سالم حزام اسمع يا سالم حزام استلم يا سالم انا اللي علمك يا فهد معيار وادرسك في الاعلام وفي غير الاعلام اسمع اسمع والله فاشل والله انك فاشل والله يا كلام ناقد والله يا ناقد لا 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 تجعل اسمع اسمع يا بعد اسمع اسمع يا ابو حزام اولا ان كانك تقيس الفشل كانك تقيس الفشل اسمع ان كانك تقيس اقوى واحد فيكم من هو يا اخي اسمع يا حاطني القوي هو كلنا قويين اكثر جماهير كلنا قويين نجم الجمهور من هو فهد العيان نجم الجمهور من هو يا ربع حسن العجمي في زد راسك نجم الجمهور تقارنه بنجم الجمهور في الاستوديو يا ربع يا اخي ما بيعمخ يا اخي ما بيعمخ حسن العجمي ما بيعمخ كمل انا ما ادري عن الكلام يا اخي لو تهدي ما بيعمخ يا اخي انت عند جماهيريه باخذها يعني حتى جماهيريه حتى جماهيريه مشريه يا اخي اقسم بالله يصير بعد نجح لا لا يا اخي والله ابغى اشتري بعد معي لا لا ساعد 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 يا غبي يا مساعد والله بدي ما بدي اني قاعد اسمع لك حرف
كنا نبيعك الى انت خلاص لا لا خلاص خلي يتكلم لا تملي عليه نقد اسكت اسلم انا قلت نجم الجمهور هنا انا مو مقياس بعد يا رب انا ما طيب خلاص يلا مو مقياس تبي تقيس مقياس يا بدر مو مقياس طيب نجم الجمهور هنا نجم الجمهور هنا انا بتسلم طيب اتكلم سكربت واحد من نجم الجمهور يا فهد يا سكربت واحد من نجم الجمهور سالم بهاجي لك خلاص قوي النجم الجمهور قوي البرنامج قوي طيب نجم الجمهور سيدو سلمان قوي قوي نجم الجمهور عندكم من هو طيب دقيقه من هو نجم الجمهور من نجم الجمهور اسمعني نجم الجمهور اسمعني طيب بس اعطيني اسم خليني اتكلم انا اعطيتك الاسم موجود عندك اسمعني نجم الجمهور من هو عندكم حسن ما اعرفه ما هو مقياس اذا ما تعرف كيف اقيس طيب لا غلط مقياسك يا حسن كيف اقيس دقيقة سلمان انت تناقشهم ولا اقدر ادخل لا 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 لحظة دقيقة انت تتكلم خل الكلام الاول كله زين تسلم علي انت تغريده قلت تعال كيف لا يا فهد كيف تقارن والله لا رد طيب دقيقه تكفى والله خلي ابى اقول حاجه والله قمع والله العظيم كلامي منطقي يا معاد كلامكم ما في اي احترام للشاشه ما لها دخل لا لا والله هذا وجهه نظري انا اسقاط عليها لا والله موضوعكم طول على الفاضي وهذا يقول ترى ما تخلص السالفه هذه اقسم بالله صادق اسمع يا سالم والله ابو نايف سالم كلامي صح ولا غلط يا اساطير نرجع والله العظيم اقسم بالله نرجع والله معاد بطل والله صح والمحور الاساس صح تفضل انا هاي سوري في تويتر بس طيب دقيقة يا معاد تكفى دقيقة بس بنقفل غرت فينا حاجة واحدة دقيقة معاد حاجة واحدة بس بنقفل فيها كملك في البرامج خلنا ناخذ من حقهم الشباب لا لا دقيقة فهد اسمع يا شباب تكفون بتكلم خلص اسمحوا لي لا انا من اليوم هو يسمعني بس انت خليه يتكلم والله يتكلم اسمح لي دقيقة كملك يا رب كملك في البرامج الواقعية انا من 2014 من 2014 انا مالي فيها 6 شهور انا اللي مالي فيها 6 شهور استنكرت كيف انت قاعد تقارن وتقيس نجم الجمهور في زد انا سيدي. متابع فقط انا اتكلم إيه؟ اذا خلصت تكلم ما قاطع إيه دقيقه انت اللي عندك كيف تجيب لي بهاج اللي له فتره ونجاحاته وطلع وبنى نفسه واسس نفسه وعرف اللي له واللي عليه وسلمان ملهي اللي له شهور في وقتهم الحين. وقتهم لحظه دقيقه فضل. انت ما قلت في وقتهم خلاص تتكلم عنه وتقول لي نجم الجمهور عندكم اللي ماله ما صلى الجمعه مرتين صح هو خارج اسوار القريه لو جلس يعني شهرين بيجي نفس سلمان ممكن يجي نفس سلمان وممكن يتعدى وش دخل والله نبطي لا 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 لحظه لحظه لا لا لا, لا, لا كل واحد السابقه تظهر بيدها سلمان دقيقه عيال اسمعني سلمان تكفى اسمع ممكن لو هو يبغى سلمان هو ممكن لا سلمان لا النسخه ناجحه لو ما هي ناجحه ما وصلت بس بتكلم بس بكمل كلامي ليش تغش سالم حبيبي سالم احنا نتكلم عن وشو عن أنت تقول ممكن يجي نفس سلمان سلمان له نجاحاته سلمان له اللي له وله اللي عليه في وقته طيب مثله في وقته 7 ألقاب وكاس يمر على جميع طيب مدن طيب المملكة طيب إيه لحظة إيه تعال إيه اللي أخذ نجم الجمهور عندنا أخذ زيد الرصيد أول واحد يأخذ هاتريك في الثلاثة صقر جاكو وفقرة سلمان وأخذ نجم الجمهور اسمع وأخذ في كل برايم يدخل حصانة هو وأخذ اسمع. وأخذ أشهر هو أشهر أو أنت دقيقة احنا نتكلم عن نجم الجمهور صح؟ لا تروح تفر وانت زين؟ انا اعطيك انا وشو؟ انا سجلت اعلى مشاهدات منك هنا في التقديم الاعلى مشاهدات في التقديم عندك غيرها؟ كيف اعلى منك؟ انت الحين تكلمني عن نجم الجمهور صح؟ ما فهمت انا انت تكلمني عن نجم الجمهور اللي عندنا صح؟ ايه؟ اعطيتك انجازاته قلت ايه؟ وانت؟ ايه يوم تقفل عليك المحور ما لقيت انت تفكر اني ابغى انتصر لفكرتي عندي سؤال عندي سؤال انا ما انتصر لفكرتي انا عبد الحق بس اغششك سؤال بس بعد منك السؤال هل بالضرورة أن الذي يحصل على المراكز أياً كانت أن يكون لا نجم الجمهور وقف صح هذا السؤال صح وقف عند نجم الجمهور إذا كان هذا المركز معتمد على التصويت هل بالضرورة أن يكون نجم وما هو مقياس النجم في البرنامج الشهرة والانتشار شكراً ما له دخل خلاص إذا شفت كيف تكلم يا غبي سلمت النسخة الشهرة والله في راس في كلام الشهرة والانتصار صح الانتشار صح في ناس أخذت مراكز دقيقة لا عامر بس النقطة الأخيرة تفضل بما أنها الشهرة والانتشار تتكلم عنها هل
يعني لك 12 سنه يا سالم يا خير ماني مشهور البرامج الواقعية لا 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 ما اتكلم عنك كيف برنامجي فاشل اللي دخلت المدال واحد مو فاضي ما ادري فيها سالم فاشل ما هي نقطتي مدال واحد فاشل ما هي نقطتي شفت كيف شفت كيف لا 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 انا ما اتكلم دي شفت كيف جبت اقصاك فاشل اذا اكذب اذا لك 12 سنه فاشل وقست مقياس متسابق اللي معي فاشلين لحظه والله فاشلين شفت خليني اعترف انا اعترف طيب انا اعترف اقسم بالله انا فاشل انا اعترف بحاجه تدري ايش انا اعترف بحاجه تدري ايش انا اعترف بحاجه والله العظيم احنا متسابقين مدال واحد فاشلين طيب وانا مو ضمن طلعت ثقافتي فقط ومعرفتي وعلاقاتي فقط شفت فاشل اعترف انت انا اعترف انت فاشلين انت لحظه فهد انا اعترف بحاجه انا اعترف بحاجه انك انت اللي لك 12 يا سنه يا اخي انا كل ما قلتها دروا وش بقول طيب انك انت اللي لك 12 سنه في البرامج وخبرتك ان فهد بعدك ممكن في نص السنين عقبك اللي يقولون فضحوه كفو اعطاك مقياس اللي هو المشهور ومقياس كيف اقيس المشهور ما هو بدرع اخذه ممكن في صح 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 صادق طيب اسمع ابو صادق بس اشهر مني فهد اذا تفوقنا اشهر مني فهد اذا سجل التفوق فهد اشهر ليش تلتفت؟ لا اشهر ليش تلتفت؟ دحام يا دحام انا ما اعترف انت ايش ما تعترف طيب الربع يا الربع اخسرها لا لا نسخه زيد رصيدك ثمانيه نسخه زيد رصيدك ثمانيه صفقه في اشهر من المدال واحد ها نسخه زيد رصيدك ثمانيه دخل فهد افضل من المدال واحد عشان كذا خدمته فقط طيب هذا هو ما له دخل طيب ابو حزام ممكن ارد عليك كلهم موثقين ولا ممكن ارد عليك في واحده نقطه بسيطه اذا بتسمح لي ابو حزام يكفي انه اشتط وطاط قهوه لا ممكن بعد منتشر ممكن بعد منتشر اكثر من ابو حزام اسمح لي اسمح بس المقاولين اسمح لي اسمح اسمح لي اسمح لي فهد شغال المقاولين فهد فهد المقاولين ما تدري انا هارون فريق من شغال الو ابو عزيز سلمان كم رتوين شباب ابو محمد شباب ما في احد يسمع تراها اذا بتسمح اسمح لي يا ابو محمد قل لا اله الا الله اولا اولا بقول ميدك حاجه يا انت تغرد فينا اسمع لا 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 تقول بتجيب والله لا ارد عليك وعلى الكبار اسمع يا ابو حزام قل لا اله الا الله انت مغرد اصبروا انت مغرد في برنامج زد رصيدك تسعة لانها نزلت تغريداتكم ومشاهداتك تبغى ترفعها بطريقه اخرى اسمع اسمع لا 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 صدق صدق والله صدق والله يا نظامكم يا الاعلاميين حين تسقط المشاهدات تغردون في الناس اللي اعلى منكم عشان تطلعوا اسمع انت منهم هذا اول شيء لا والله ماني منهم انا تو مبتدي بالاعلام بس هذه دراسات انت اعلامي هذا اللي اعطتنا اياه انت بعد معي صح اسمع هذا اول شيء الحين ما في فيت صوت ما في اكتب برد عليك ايش والله صوت اسمع يا ابو حزام تفضل نعم. والله العلي العظيم يا افضل نسخه انا اشوفها بنفسي انها ما خدمت الا انفسهم اللي هم نسخه زد رصيدك تسعة اخدموا انفسهم اخدموا البرنامج اصبر اخدموا انفسهم اخدموا البرنامج اكثر تدشين اعمال في نسخه الله. زد رصيدك تسعة حلو. اكثر شعار في زد رصيدك تسعة اكثر ابطال في زد رصيدك تسعة ولا قصور في المتسابقين الاولين يعني الامكانيات قويه عندهم امكانك تقول امكانيات قويه وتيحت لهم ايوه ومع ذلك لا ما فشلوا اتحداك انهم فشلوا اذا هم فشلوا يا طلع عمر سلام مختار برنامج زاهر ثلاثه منهم فين متسابقينكم اصبر فين متسابقينكم يا سالم حسام لا 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 تبعنا الان تبعنا خلاص بعيد عن لا لا بتدخل بالمقارنات انت لا 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 بدون مقارنات خله لا احنا نتكلم ايش مقياس الفشل عندك يا ابو حزام لا لا مقارنات لا تدخلوا يا الربع الواحد انت قلت رصيدك تسحب فشل احنا نستقي من معلوماتك ومن خبرتك نبغى نسمع منك ايش مقياس الانتشار والمتسابقين طيب الانتشار موجود لا مو موجود ليش مش قحطاني في نسخه استوديو معي اول ما طلع استدعوه نادي الصقور قال تعال قدم احد استدعوه لا عادي لا 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 شهره طيب دقيقه اجعلني في داخل وقعنا عقود بعلم اجعلني في داخل وقعنا عقود شركات اسمع 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 اجعل من جابك في الجنه ان كانك تقول على طاري وقع عقود وما عقود زاهر باقي ما قد سوينا بروفه حفل اسمع باقي ما قد سوينا بروفه حفل نسخه زد رصيدك تسعة مختارين حسوا ثاني بالضمير اسمع لا 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 ما عندكم لا والله بنجاح هذه بنجاح انها بيرفع اسم البرنامج يا سالم حزام سالم حزام ان كان جينا الافضل نقاد فهد معيان متسابقينكم تتكلمون فيه في شاشتكم يقول افضل نقاد فهد قول ولا حد يوصل في نقد فهد معيان فهد معيان فهد معيان فين وجد فهد معيان وين فين وجد ما احبه ما احبه افضل نسخه افضل ما افضل نسخه فهد ما سالم احبه ما احبه ولن تصبحوا جميع النقاد فهد معيان ولن يصبح اي ناقد فهد معيان اسس نهج النقد الحاله ما هذه اكذب على عمري ماني بظالم الرجال أساس نقدها هذا فهد معين هذا محمد منصور أنا أقول لك ما أقدر أجاريهم بالرتب في مدرستهم ممكن أسألك بس حاجة طيب صدق لكن أنا لي منحة آخر غير طيب أنا بسألك سالم حاجة أنت دون قصر فيك وشو
ايش تقدم يعني اعلامي ولا ناقد ولا يعني ناقد لاني انا ما شفت لك شيء ناقد سلام ابو صاحب صنعتين بطه شفتك يعني مقاطع تحاول تصادم اي بس اهم شيء ما كابر ما اقول اني متسابق ما اقول اني ناجح لا لا انا اسالك سؤال ما كابر هذه ارقام موجود تكفى دقيقه ارقامنا موجود تكفى دقيقه كيف ارقام وانت متابعين 5000 في تويتر سؤالي رد سؤالي بعلق لا دقيقه خلوني اوجعكم اوجعكم وانا ما ابي اوجعكم انا عجيبه تعال تكلم يا دحام ما اقدر تعال تكلم انت بكم شرب تعال تكلم يا اخوي اول ما اسحب خلاص ما احب بس كمين تفضل يا اخوان صلوا على النبي والله لا تكلم تفضل يا دحام تكلم تفضل وقف موضوع والله لا تكلم فيد صوتنا يا ابو معيان تكفى فيد تفضل انت تحت اسلم انا والله انا اسحب طالع من النقاش كمل اسمع فهد دقيقه صلع انت اعطيت وجهتك على نسخه الشباب تبيني ادور عليك حلو اسمع انا ما تقدر صعب انا اجيب على ابو حزام انا ما تقدر تدور علي تدري ما تقدر تصادمني فهمت؟ لا. فالشباب ما شاء الله على نسختهم محققين نجاحات قويه والله اني اقول صادم اكبر دليل حفل ختامي اتوقع انه ما مر على برامج الواقع كلها نعم زين الشيء الثاني اذا كان في ضعف في النقد عندهم فممكن لا هو ضعف النقاد ولا هو ضعف المتسابقين اكيد ضعف المحاور لا في حاجه هي سبب ضعف النقد تدري ايش هي؟ وممكن لان ما كان فيه مخالفات قويه ممكن كنا ماشيين ملتزمين اول حاجه مقارناتكم جميعها خطا في خطا بدءا منك يا سالم بن حزام وصولا الى دحام وصولا الى مساعد في بالتغريده اول شيء لا بعلمك بغض النظر عن التغريده ترى ممكن المصادمات اللي جالس يسويها سالم بن حزام ممكن ذكاء منه عشان يستفز الجمهور فيحقق انتشار اكبر واكبر هذا اللي ابغى اقوله الاعلام انتشار الاعلام انتشار لكن بوصل لكم معلومه احيانا انا ممكن يتابعوني 5000 لكن 5000 مؤثرين صحيح 5000 عندي التاثير عليهم عالي جدا وبالمقابل ممكن واحد عنده مليون لكن ما يقدر يأثر ولا في ألف يا سلام أتكلم كنسبة وتناسب نعم تمام؟ جميع البرامج الواقعية المقاييس الداخلية اللي فيها على اجتهاد المتسابق نفسه الجمهور يقبله ولا ما يقبله ما في نسخة كلها ناجحة ولا في نسخة كلها فاشلة سلامتك بيض الله وجهك بيض الله وجهك كلهم يكملون بعض اللي فهمت سالم قاعد تقاسي على نسخنا أخطيت أنت على أول اليوم بديتها الاستوديو ونهايتها على زد رصيد سطام دقيقة بس اللي فهمت انك زعلت الشباب لا والله ما زعل لحظه لا 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 والله ما زعلني مو زعل هو استفزكم بتغريده وانا صراحه انا تشرفت اني تابعت سالم بتويتر وخذيت نبذه عن حسابه احبه كشخص لكن مستفز كمغرد ويمكن هذا ذكاء اعلامي زي ما قالوا الشباب انه عشان يكسب جماهير يلقى وين اللي يقول اللي تكسبه لعبه فهو مكسبه بالانتشار من التغريدات اللي هو قاعد يسويها هو هالحين انتم قاعدين تحققون له الطموح اللي هو يطمح له قاعدين ما عنده مشكله مكرمه ايه فانت ما الحين قاعدين تدافعون عن انفسك هو ترى مبسوط سالم انا عارف سالم وادري يبغى يدخل البر هو الحين انا اول انا ما قريت الهاشتاج ولا راح اقراه بس ادري ان الكلام كله ان الحوار اللي صار هذا اسماء ثلاثه صح مساعد ودحام فيصل لا مساعد دحام فيصل لا 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 وسالم الحين الحوار اقصد الهاشتاج كله صح الاسماء الثلاثه انا وش اقول تو المساعد قلت له هو مبتغى اول ما بدينا وش قلت له هو مبتغى الحاجه دي لا تفتح الموضوع ايه قال هو تكلم فتكلم في الموضوع انا شوف الان نسخته سديناه من جميع ابوابه شوف هو عنده قناعه سلامات سالم سالم الله لا يجيب الزعل شوف دائما الشخص المستفز الكلام اللي يكتبه مو قناعة الهدف انا قلت فناصر قال كلمه قال ما في برنامج خلاص فاشل كامل او ناجح كامل صح لكن للامانه اللي انا اللي اشوف واقرا انا يمكن ما تابعت الصدق 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 احنا كاعلاميين رزقنا على ثم على الشباب ذول بالتفاهم ايوه يبغاكم ادري احنا لقتاتكم
لا لا شوف سالم حزام من يوم طلعت من الاستديو وانا ما اتكلم الا على واحد ادري انه بيجي وراه هو كل يوم طلع الحين على حسي تقريبا لا حاول لا ذاك صوره لو ادري هذا يقول رزق لو ادري اني ما جايك تفاعل ما جيت غيركم انا والله انا ما جيت غيركم والله لين ليش ما جيت الاسماء قويه وقلت لك يا ابو حسام قبل شوي فيصل قلت لك الاسماء يجيني اتكي على ليش يجيني تفاعل الرب في فرق بالردود والله اني قلتها في فرق بالردود والله اني قلتها قبل شوي مساعد انا طلعت من الاستديو